بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن صفة الصلاة على الميت على الجنائز نعم <applause> ندرك ما بالف تجمس نعم الآن نضع الميت أمام الإمام الإمام يقف عند رأس الميت يكون الرأس في هذه القبلة الآن الرأس في هذه الجهة والرجل في هذه الجهة või imaam jääbki , aga ma rääkisin meid , et ei tahtnud , et ä, palve , kui , kui on mees on surnud , siis ä, pannakse see imaami ette niimoodi , et ä, tema , kui me oleme siin praegu niimoodi , siis kõibla on meie selja taga , siis pannakse pea selles suunas ja jalad selles suunas surnule , imaam seisab tema ees tema pea juures . näevaidake anneti , ma arvan , jääbki vastu teha . يا كويان ناينه صرنا نستزيد كسكل. نعم. يكبر الإمام الله أكبر. يا إمام تلب تكبري الله أكبر. ثم يستعيذ يبسمل يقرأ الفاتحة. يا جزيلال مستفان كامل. فاتحة لو قاعد مسكتي الله الفاتحة. ثم يؤمن يقول آمين. جزيلب آمين. ويستحب له ان يقرا ما تيسر من القران ايه فاكثر. ثم يكبر الله اكبر. تتلبوز الله اكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه. يا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يا الله محمد صلى الله عليه وسلم يا ابراهيم له. ثم يكبر يقول الله اكبر. ثم يدعو للميت يا تسبوه قاعد يطلب الله اكبر يا لعب بالوس له. ثم يكبر الله اكبر سيسا يطلب الله اكبر ثم يسلم تسليمه واحده او تسليمتين يا يطلب تسليمي سيست بها قرى نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله او تسليمه واحده السلام عليكم ورحمه الله كاس اكسكورده 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 نعم والله اعلم